وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب والإعلامي السيد فيصل الشيخ. مساء الخير سيد فيصل. إذن هناك تحرك نيابي وشيك لإعداد ملف حول الانتهاكات القطرية بحق الصيادين والحدود الإقليمية لمملكة البحرين، ما أهمية أن يكون هناك تحرك من هذا النوع من وجهة نظرك؟ طبعا أولا مساء الخير. طبعا هو تحرك جدا مهم. تابعنا التقرير الذي بثته قناة سكاي نيوز وفيه الكثير من المعلومات الصادمة للأسف. طبعا المتتبع لما يحصل بشأن الحدود البحرية وحركة الملاحة والصيد يعرف أن يعني هذه الأمور كانت لها سوابق عديدة وممتدة منذ سنوات طويلة يعني، لكن الصادم في الموضوع أننا نتحدث عن قرابة 10 سنوات تم إيقاف فيها أكثر من 650 قارب بحريني وتضرر فيها أكثر من 2153 شخص. والمؤسف أن وثقت شهادات لصيادين بحرينيين تعرضوا حتى لإطلاق نار. بالتالي البحرين من حقها أن تدافع عن سيادتها وعلى مياهها الإقليمية. طبعا نحن كبحرينيين يحزننا ما يحصل، لأننا نعرف أن مملكة البحرين ضمن سياساتها على امتداد هذه السنوات وأيضا في إطار مشروع جلالة الملك الإصلاحي، البحرين أبدا ولا مرة لم تعتدي على أحد ولم تتطاول على حقوق أحد. بالتالي يفترض أن نحن نتوقع التعامل بالمثل، لكن للأسف يعني سعة صدر البحرين كبيرة جدا، لكن ما يحصل في الفترة الأخيرة يعني لا يفسر إلا على أنه استفزاز ممنهج. يعني وصلنا لمرحلة حتى الاعتداء على زورقين رسميين قابلين لخفر السواحل البحرينية، وهذه أمور يعني مؤسفة. لم نسمع قط من البحرين أوقفت قوارب لدول شقيقة وبالأخص قطر. لكن ما يحصل الآن يستدعي التحرك، يستدعي أيضا إدانات على مستوى مجلس التعاون. الكلام الذي قاله الأخ النائب السيسي هذا يعني يؤكد حق البحرين، وأيضا تأكيد على ما قاله وزير الخارجية البحرين أن البحرين ستتخذ الإجراءات القانونية لضمان حقوقها السيادية وحماية مواطنيها، وهذا حق مشروع لأي دولة يتم التعدي على حدودها ولا يتم احترام الاتفاقيات. هناك اتفاقيات ومواثيق بين دول المجلس يجب أن تحترم، لكن ما يحصل هو يعني خرق لهذه الاتفاقيات. وهي ونحن لا نتحدث عن اتفاقيات بين أي دول، لكن نتحدث عن اتفاقيات بين دول تمثل المنظومة، يفترض أن ما يجمعها أكثر من يعني أمور رسمية. أن البحرين كمملكة أبدا لم تتعرض لأي أحد، فبالتالي ما يحصل هو ظلم لمملكة البحرين. نحن حتى على مستوى الاستهداف المستمر لمملكة البحرين من قبل إيران كانت ردة فعل البحرين دائما راقية ومتسامحة، والخطاب دائما كان يدعو لحسن الجوار واحترام يعني حدود الآخرين واحترام الخصوصية. طبعا للأسف الشديد يحصل هذا في وقت يعني سمعنا فيه وتابعنا معنا بوادر وجود حل وهالأمور، هذه الأمور كلها من يريد الحل يجب أن دائما يثبت حسن نواياه. ولكن للأسف طوال هذه السنوات نحن نرى استهداف ومنهج تجاه البحرين عبر وسائل الإعلام القطرية، عبر ما يحصل اليوم على الحدود البحرية، وكل هذه الأمور لا تخدم بل بالعكس تضر حتى وتفرق ما بين الشعوب. نحن اليوم يعني نطالب بحفظ حق مملكة البحرين فيما يحصل، نطالب بتفعيل هذه الاتفاقيات الخليجية، نطالب أن تصل الأمور لمرحلة أن تكف فيها هذه الأمور. لا يعقل صيادين البحرين أن يتضرروا بهذا الشكل، وللأسف الشديد شهاداتهم تبين أنهم في مواقع داخل حدود المياه الإقليمية للبحرين وأيضا يتعرضون لمثل هذه المواقف. هذا أمر يعني ندعو أن يتم حله وأن يحفظ حق مملكة البحرين. مملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك مملكة تعايش وتسامح، ودائما يدها مفتوحة لمن لديه حسن نوايا للتعامل ومد جسور العلاقات الطيبة والإيجابية. فبالتالي نتمنى حق بلادنا ومواطننا أن يحفظ. نعم، الكاتب والإعلامي الأستاذ فيصل الشيخ، شكرا جزيلا لك.